رح بلش اليوم الاجتماع. بتمنى ما نحكي كثير عن محمد، لانه محمد اللي عمله بهاليومين ثلاثه شوي كثير، يعني قطع حدوده بعده محلات. عم بجرب عالج الامور قد ما فيني صراحه. في محل ما افتكر ابدا واعي على حاله شو عم بيعمل، حتى بحكيته قطع كثير الحدود. بقى بتمنى ما نضيع وقتنا نحكي، عدا اذا حدا بده يزيد شيء على السريع ننتقل لغير طلاب نعطيهم حقهم، لانه ما بقى عندي حديث ولا حكي احكيه. عم بجرب عالجه قد ما فيي، عم بجرب احكيه قد ما فيي. بتمنى ان نوصل لمحل او نلاقي له حل لمحمد. بس هذا طبع، يعني بفتكر قد ما عملنا هيك طبع نحن بنقدر نروقه بس ما بنقدر نغيره. هذا رايي، ما بعرف اذا حدا عنده شيء اكثر من هيك. عن جد ما بفتكر حدا منا بيقدر يعمل. الكل عم بيجربوا، الكل عم بيجربوا يساعدوه، بس في شيء ما لقيت حل. بس يعمل حركات، يعمل شيء، يفول ينيوري مثل ما قلت انت هذيك المره وبس. ماري حتى لو هيك شو ما عملنا صار هيدا. ذاك النهار قال لي بس تبلش مشكل دغني زلي لعندي. قلت له شو، انا ما عندي غير شغله انزل لعندك؟ قال لي بس تحسيني عم بقطع الكلمه او عم بقطع انزلي. قلت له انا كيف بشتغل يا محمد؟ عندي مليون شغل غير انزل لعندك. قال لي ايه هيك انت ما بتنزلي لعندي وشوفي كيف بتصير الامور. رولا هذا ببرهن انه ما عنده كنترول على الافعال اللي بيعملها. ما بدنا نضيع وقت، وانا من اسبوعين ثلاثه حذرت، انا اللي حذرت. ما بقى فينا يا بدنا نتحمل يا بدنا نحط نوميني. هون بدي وقف هون خلص. ما بقى في مجال. شوفوا شو كلنا بنرتقي نوصل لشغلي لنقطة تنخلص من الحل. لا مزبوط، بس نحن كلنا قلنا انه بالمدارس حتى في طلاب بكونوا شاطرين بس في عندهم مشاكل كتير. رح نجرب قد ما فيها نستقبل حلو مشاكله. واذا وصلنا بعد اكتر لحد مسدود خلص بنقول له يترك المفتاح له الباب، بنقول له تترك الاكاديمية. حتى لو بلا نوميناسيون، حتى لو بلا شيء، في عنا حل كتير هين انه عملنا كل اللي علينا، طولنا بالنا قد ما فينا، عملنا كل واجباتنا من هونيك ورايح. في شيء كثير هين الباب بنقول له تفضل ظهر منه. انا بدي اقول احكي عن طالب، عن طالبه بالاحرى لفتت لي نظري كثير هالجمعه والاسبوع الماضي. عم تشوفها عم تقدم بسرعه رهيبه عندي، هي شاهيناز. بصراحه ما كنت متوقع توصل لهيك مطارح بصراحه. ابدا ما كنت ناطر منها. كنا كلنا نشوفها شوي، صحيح صوتها حلو، صحيح صوتها رائع. كنا انا شخصيا اكيد بعض الاساتذه كانوا يتضايقوا من وقفتها وبعدها، بس شايف ليفل الكرياتيفيتي عندها، ليفل الثقه بحالها كبران كتير. صارت مرتاحه حتى بين الطلاب، صارت بتعبر عن رايها، صارت بتحكي، صارت بتنكي. كل شغله ما بتفهمها بتسال عنها. كان عندنا شخصين نحن فاتوا على الاكاديميه متكلين بس على صوتهم، اللي هن محمد وشاهيناز. يا خي نحن شاهيناز عم تتقدم تغير. ما تخلطوا شعبين برمضان. لا انا يعني لحظه شوي، انا هذا اللي قصدي فيه. انا معك سله وحده للبرايم، برجع بكرر سله وحده مع البرايم اوكي، بس جاي لصوت البرفورمانس تبعه. هو شو صوت يا خيي؟ اذا صوته مرت وعنده بغير شيء بيرجع بغير شيء. انا معك، بس للنهار الجمعه للبرايم انا معك سلي وحدي. اللي عم بيقولوا في شخصين فتوا على الاكاديمية، حدا اسمه شاهيناز وحدا اسمه محمد، اثنيناتهم متكلين على صوته بالاول. كانوا فاكرين انه صوته حبيبي. حدا اشتغل على حاله وتقدم، اللي هي شاهيناز، وعندها ثقه وين هي هون باللي عم بيعلموها. بينما شخص ثاني بعده معند وموقف راسه، انا صوتي حلو هذا بكفي وكل شيء مسمح لي لانه صوته هذا حلو. هذا اللي عم بيقولوا. ولا بس بالنهايه شو بيصير؟ شو بيصير؟ بعدين يعني شاهيناز عندها واقفه على المسرح. لا لا بعد لا لا بعد وقفي بعد مش مصروف. ليش محمد عنده واقفة على المسرح يا فؤاد؟ يقف مثل الأبضاء مثل ما عنده غير ما فكر حاله عنده على المسرح. انت بعدك عم تقول، انت بعدك عم نعلمك شيء بنعلمك. كم مرة علمني؟ كم مرة قلت له فيوها؟ برأيي انا حطه بكره نوميني. ليه بدي احطه نوميني اذا لانه منه منيح بهذا الشيء؟ الماتيار تبعي انا، يعني الماتيار تبعي انا منيح. فؤاد نحن بعدنا عم نقول لكن زيرو زيرو عندي انا 100 سور 100. وانا عندي عند ميري شو بياخذ بالغنى؟ انا بالغنى لهلا لانه سور 100 سور 100 ما بعطيها. انا بعطي 100 يا قلبي. خليني احكي نسبه اللي بقشعه شو لازم يعطي، عم بيعطيني 60.
60 فؤاد انا رح كريمي يا ماري يا قلبي ما انت ما عم تعرف ما عم تعرف شو عم بصير لانه صوته بيعطي احلى بكثير لو عقله براسه يا قلبي بدي اسال انا بس يغني اما اوكي بس لما بيجي بغني لك على البرايم بغني لك مزبوط اما لا ايه بس بقصي انا انت عم تطلب علامات انا بجاوبك بالاكاديمي لا انا بدي انت حاطط 100 لا خليني اقول لك شغله انت حاطط 100 مزبوط انت حاطط 100 على الصوت وماري قلت عنا بخيله حاطط 60 اتنسيون انا بقلب الاكاديمي في لون لون المرسولي احنا عم نقول هي مجموعه كلها على بعضها وكله بدنا نحطهم بسله وحده نطلع بنتيجه مزبوط ولا لا انت اعطيته 100 انت كريم ماري اعطيته مش كريمي ماري اليوم ما بعرف ليه ماري مش كريمي لك مفروض تكوني ما كريمي ماري ليك تشجيع بدي على القليل 75 برضو على القليل 75 فؤاد كلمه 60 فؤاد اذا بدي احط له 100 بلا ما يفوت على الاكاديمي ان طلع الاول او طلع الاخر انا مثل ما شايفه لمحمد مثل ما شايفه ستار نادر انا لقيته غنى عربي فؤاد هل 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 غرمس الثاني اللي اسمحي لي يا رولا انت والاستاذ هون وهون الاستاذ انا بالنسبه لي غنى عربي عادي انا بصف الستيان بغنوا هيك انا عندي بده يغني عربي بيوازي يلي غنت شو اسمه شاهيناز هيدا هدفي انا ما فيني انا اعطي يا اخي بدي اعطي وحده قباله تما تقولوا لي شاهيناز لانه بده 100 سنه يغني مثل شاهيناز كنت لك يا مرت الماضي انت جيت قلت هيداك نهار قلت خلوه يغني عربي أوكي. غنى الصبي عربي غني في فرق الغنية اللي عم يغنيها غنى عادي وحده شعبيه عادي غير نو روق شوي ما تاخذني شوي روق شوي خليني انا عم بحكيك الاغنى هلا معقول عبد الله يغني لعبد الحليم وهداك يغني لي شي كان شي مكان انت بتقبل ما في عدل بدك تعطي يغني اللي انا عم بقول لك يا خي انا مش عم انا ماني ضد نادر انا اعطيه شهاده بالفرنجي بالانجلو ساكسون قد ما بدك انما تيغني مثل عبد الله عم بعطيك ليش عبد الله عم بعطيك عبد الله لانه غنى انجليزي فرجيك الباور تبعه هذا واحد اثنين غنى عربي عم بغني لك اشياء قلت امبارح غنى خليجي بالايفالويشن صح اما لا الخليجي صعب كثير خلي تفضل يغني اياه انا بقبل هيدا البروبليم رولا مش عم تقبل وتعرفوا لا انا بدي جاوبك بغني نادر لميكا ما بيقدر يغني شو اسمه لميكا بلا ميكا وبريكا شو هالحكي هذا اي يوكا يو شو بعرفني رولا حبيبتي الصوت اللي عنده يلي بغنيه ما بيقدر يغني كمان حدا ثاني انا اللي كنت عم بقوله يا فؤاد انا يلي عم بقوله انت جيت هيداك نهار قلت انا خلوه يغني عربي لفرجيكم ردينا عليك غنى عربي رولا هيدي الغنية غنى عربي شو غنى تركي غنى عربي فؤاد ضروري العربي يكون شرقي عن ضروري العربي يكون في ربع صوت دايما ضروري العربي انه معناته طربي بعدك مش فاهمين علي يا حبيب البلد فاهمين كثير علي ما فاهمين بعد علي انا هيدي اللي بدي اياها يغني يتفضل يغني غني فيها فكرك شو يعني هيك ما بيجوز خبرك انه الاغاني ما بيجوز ايه هيك بدي اياها يا خيي ما رح يعملوا لك شيء يا حبيبي يا الله مش عم تقبل اللي عم الفكره انت مش عم تقبل فؤاد اللي احنا عم نحكي انت مش قبلين فكره انه نادر غنى بالعربي يا حبيبي غنى بالعربي مش عم بقول لك لا بس بيبي برومير كور خيي شو قطشتيني ايه ما بعد كفيت يا ماري انت ماري عليك تعطيهم تكنيك تيبقى يفتحوا تمهم هالقد انا معي لا بس وين. ماري كمان ولا بدها تعطي رايك اذا غنى عربي لا ولا لا ماري رايي غنى عربي تفضلي تفضلي يفو توجور ان ديبي هو طيب لحظه شوي خلي غنيها لا خلص خلي ليش ما غنى معه اوكي لكن رح اعطي غنيه جيمس بلانت لا نادر ولا عبد الله هلا انت شو عم بتقول انه ليش ما بدك تحط انه هو لا يعني حدا وصل احساسه للعالم انه فؤاد اليوم رح يعطي جيمس بلانت لمحمد شو رح يطلع منه لمحمد في اول شيء بده يتوافق محمد في غني ميكا لحظه في باردون محمد في غني ميكا ترجع بتقولي لي ميكا وميكا وشو جابها يا كاميري ولك ما خلصنا منه هذا ماري ما ماري عم بتحركش فيها
رولا انا مش عم مش مش ضد انا اللي بعرفه لحظه مش ضد انا اللي بعرفه مين كان عنده موهبه وحرام نحن نوقف كل الوقت بوجهه مش واقف بوجهه ما انا عم كفي على انا ما عم كسر فيه الجمعة الماضية رولا حكيت وعم نعطي كثير بوش صح ام لا رولا مزبوط انا قلت هيك بس انا بس عم بقول انا قلت ثاني كثير بوش بس انا انت جمعة الماضي قلت انه ما بيغني عربي غنى إيه عربي غنى عربي لا لا بتعرف شو خايفة انا شو خايفة خايفة انك تنتحر لانه في احتمال انا لا يا هيداك نهار سألك إذا ربح شو بتعمل البنتحي لا أنا بقى في احتمال نحكي شغلة خطرة بتصير سي نو نو سي تا سؤال سي تا صدري إنه يربح تشوف الجمهور لا 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 عم بحكي مظبوط سي تا نو كومين فو بس أوكي بس جنكروا 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 با أنا ما بتصور إن يوم ما بغني عربي أنا هيدا برأيي بس فؤاد بس هيدا هيدا طالب كتير شاطر معقول الجمهور يصوت له ويربح معقول ما نحن مش عم نقول بس إنه لا الجمهور بحبه كتير لا نادر ما نشحك على